مناسبة كل مناسبة كانت مناسبة، بس لما جت مناسبة قلنا نيجي كل مناسبة. يا حزبة ولا عايزين آلة حاسبة، كل هلال في ميعاده طول عنقود صد عنقود صول ولا هلال خلي جنانه خلي النادو وافرح نانو هاي، ولا ألف هلال زي هلال طم 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 طم. سنة حلوة علينا وعلى الكل، مع كل هلال جاي طول. سنة حلوة علينا وعلى الكل، مع كل هلال جاي طول. يلي ويلي ويلي يلي شايفنا يلي يلي ويلي ويلي يلي سامعنا يلي يلي ويلي ويلي يلي في أي مكان متابعنا يلي. السهرة الحلوة لما هلال العيد بيهل، سنة حلوة علينا وعلى الكل. لما هلال العيد بيهل، سنة حلوة علينا وعلى الكل. متفل ومتمسة يا قمرة مش المسة، على آية كل ليلة وصورة ملبسة. كو 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 ميدية اس السعودية كل الخطوط تؤسس انا الخلال بفتك المناسبة ما تتنسى، وخطوطنا بالمحبة متشابه جميلة منسى. انسى وخميسة جمالية كان في مناسبة. احرق الجازولين يلوى مرجع إلخ إلخ إلخ. طلباتك ايه يا اخ؟ خلفني تلاتة جنيه اخ. اهدي مش مناسبة، ما تحرجنيش يا اخ. وكل سبعة اطلع اطلع حسب المواعيد، في محطاتك متتابعة من وقت ليلة العيد. العيد استنى خدوني معاكم، ده انا جاي من بعيد. هتبحر ولا تكبر؟ حسب السكة الحادية. الأطرح يطلع دغري العالم يوي البحر ويعدي البحر مال اهل الكرنفال وعيد. ومناسبة لسه متعش من شافك وحشنا بلا حكوف شافك. رمضان كريم يا فل، كل شيء له مناسبة، كل واحد له مناسبة. تبقى عندك مش مناسبة إنما لغيرك مناسبة، كده مفهوم مش مفهوم؟ طيب قول. مش رح أقول قبل ما أعرف كل يوم إيه المناسبة. شايف الهدوء هنا ازاي؟ خصوصا بعد الزيطة اللي كانت في الحفل.
أسمر. الشقة هتعجبك قوي، كل الناحية دي بتشوف البحر. هو مين صاحب؟ مدرس عايش في مصر على طول، بيقدمها في الشتاء للعرايس بس، الوكيل بتاعه قال لي كده. حبيبتي من النهارده هنبتدي حياتنا سوا، هنقعد هنا 30 يوم ونشوف حد ولا حد يشوفنا. انا جعان قوي على فكره. معاك حق، ما احنا ما كناش خالص، اللي عايزين نزلوا على البوفيه شطبوه. بيعبروا عن شعورهم بالاكل. لا ال الأوضة دي مقفولة، الظاهر صاحب الشقة حاطط فيها حاجاته الشخصية. الأوضة دي بتشوف البحر بس برد قوي، خليني في الدفا اللي جوه أحسن. طيب يا ريت يا حبيبتي على ما ادخل الحمام تروح المطبخ تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوه دي. منين؟ الراجل قال لي في بن وشاي وسكر. حاضر. مبروك عليا، مبروك عليا. ايه ده؟ وسايبين النور مولع كمان؟ دي حاجه جميله خالص والله. اخيرا بقدر احجبها حياتي. عارفه؟ الشقه دي هتبقى احسن واجمل شاهد على احسن شهر في حياتنا. لا 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 اخص عليك يا وفيق. لا 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 الاوضه دي احسن احسن، فيها بلكونه بتطل على البحر تشرح القلب. تشرح القلب؟ انا كمان معايا حاجه تشرح القلب. ايه؟ سندوتشات ماما عاملاها لنا وقالت كلوها يا ضنايا عشان انتوا ما عرفتوش تاكلوا. ما هو المعازيم كانوا بياكلوا بانتقام. اه زي ما كنا قتلنا ابوهم. ابوهم قتلوا. النبي. الشرطه. أهم حتة مفاجأة، برافو عليها. بعدين افتكرتك في المطبخ، بس انت طلعت ستات ممتازة، تعمل حساب كل حاجة. خلاص؟ ايه ده؟ انت مش عارفة ايه ده؟ انت طلعت عروبة بشكل جديدة. طب يعني خلاص يا حبيبي مش قادر تستنى. لا يا روحي. لا يعني انا بقول ان انا كنت بوضب عشان ناكل سوا. ايه عايز ايه؟ ايه يا حبيبي احنا هنبتدي حركات الدناوه من اولها ولا ايه؟ طب تعالي معايا ساعديني في الشرط والهدوم في اللخبطه دي. يلا يلا. كمان جاتو. ميرسي يا روحي قوي. ميرسي يا حبيبتي. القهوه بقى حالا يا حبيبي. بقول لك انا سامع صوت حد بيتكلم. تعالى بقى بلاش كلام فارغ. مفيش حد اهو. مفيش حد ازاي؟ امال مين اللي اكل الجاتوه؟
العفاريت. يا بابا! يا سلام، كل الحركات دي عشان تفاجئيني بفنجان القهوة أمورة في شكل. يلا روح بقى القهوة هتبرد. تعمل القهوه من غير قهوه؟ بقول لك بص الجاكيته دي. جاكيتات المال دي مش جاكيتاتك، جاكيتاتك متعلقه جوه في الدولاب، هروح اجيبها. اهي كنت بدور عليها. شكرا. عفوا. انت حرام 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 حرام. انتوا عايزين الدور الكام وشقه كام؟ الدور ده وشقه دي والعقد اهو اهو. امال ده يبقى ايه؟ جواب غرامي؟ استنى 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 استنى، ده نفس المؤجر فعلا ونفس العقد. يعني ايه؟ معقول يكون صاحب الشقه اجرها لنا واجرها لهم في نفس الوقت؟ اه نصب عليكم. لا يا حبيبتي نصب عليكم انتوا، اتفضلوا يلا روحوا بلغوا النيابه. النيابه هتقول يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر ان يلجا للقضاء. ايوه ايوه يا جماعه يلا بسرعه ارجعوا للقضاء بسرعه بقى. لا احنا يبقى الحال على ما هو عليه. بقول لك ايه، احنا متجوزين جديد وبنبتدي الشهر بتاعنا. ها ومن سامعك يا اخويا، احنا لسه عرسان جداد الليله دي بس. يا سلام، ويصح برضو انكم تقضوا شهر كامل في شقه مع ناس غرب. لا انت الزهر بقى مش عايزه تجيبيها بالذوق. هي حصلت، اتفضلي بقى اطلعي بره. لا انتوا لمين؟ انا صاحب الشقه دي. اه يا نصاب يا حرامي، انت ازاي تاجر الشقه مرتين؟ ها انا هوديك في 60 داهيه. بهدوء من فضلكم بهدوء، انا ما اجرتش الشقه دي خالص. امال ايه ده؟ مش ده امتى الوكيل بتاعك عبد الحميد؟ وريني. اها اتاريه طفشان. على العموم كل الفلوس اللي دفعتوها هتترد لكم على دير المليم، ونظرا للظروف الصعبه دي انا هسمح لكم تباتوا الليله دي هنا، بس بشرط تسيبوها بكره الصبح. نروح فين؟ معرفش، ده انا جاي من مصر مخصوص عشان اوضب الشقه. اصل عقبال عندكم هتجوز الخميس الجاي، وهاجي هنا انا والمدام نقعد شهر. ظاهر مفيش حل تاني. مبروك يا عريس. على العموم متشكرين قوي على الروح الطيبه دي. العفو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مع السلامه. حبيبي اخيرا بقينا لوحدنا، قصدي ما بقيناش لوحدنا. هو كده مين فيكم بقى بتعرف تزغرط؟ يا سلام. بس بس يا مدام بس خلاص. انا مش عارف انتوا مين وجنسة بلدكم ايه بقى. انا هربان من دوشة القاهرة وجاي هنا عشان استريح، او ما ادفع 1000 جنيه في شقة عرة زي دي، وما اعرفش انام 5 دقايق. انا عايز انام عايز انام عايز انام. خدي الجميل حلو ومعسول حلو ومعسول وسكره على وش وصول على وش وصول. خدي الجميل حلو ومعسول حلو ومعسول وسكره على وش على وش وصول. طب واستوى طب واستوى، هزوا الهوى هزوا الهوى، يلا سوا يلا سوا، نفرح ونجمع بعض المحصول حلو ومعسول يا قصب سكر. ممكن خيارك في القصب اختار سليم العود، اختار سليم العود، حلو اصيل العصب وسكر ومعقول أصل النسب والحسب بالأصل والعنقود، أصل النسب والحسب بالأصل والعنقود، والزمن دايما موصول حلو ومعسول يا قصب سكر. قدي الجميل حلو ومعسول حلو ومعسول وسكره على وش وصول
على وش وسود كبدين جميلة حلو ومعسول حلو ومعسول والسكر وعلى وش وسود على وش وسود يا قصب صيرح عود ونقاوة عود ونقاوة خدك شرح حلو وحلاوة حلو وحلاوة قلنا انت جديد عسلك على ايه لو ينجرح ما بيتداوى ما هو كل جديد وبعيد عن ايه يفضل شهد وحلاوة تزيد ما يغيروش ايام ورسول حلو ومعسول يا قصب سكر خد الجميل حلو حلو ومعسول والسكر وعلى وش وسود على وش وسود خد الجميل حلو ومعسول حلو ومعسول والسكر وعلى وش وسود على وش وسود يا عصير قصب كوباية وشرب مع كل شاف طال قلبي طب من أول يوم للتلاتين يوم نشرب عصير من شهد الحب من شهد الحب أه لما يقل ويبقى ممل يصبح سعدي عوز نبت وخل أهل لما يقل بيبقى ممل يصبح سعدي عوز نبت وخل كيو بدي هج ويبقى عزول حلو معسول يا قصب سكر قصب العسل سكره من أصله سكر حر مهما الزمن يكسروا مهما الليالي تمر الدنيا ما تعطروا ولا عمره حيكون مر ندى من تقصير وانا بنت قصور حلو ومعسول يا قصب سكر قد الجميل حلو ومعسول سكر وعلى وش وسود يا قصب سكر يا قصب سكر البلدي نشالها يا قصب سكر عشان بتيجي في بيتي مسكر مسكر لا عمره قل لي ولا تأخر مادام حبيبه عيني عشاوة أكتر وأكتر أما اللي قالوا ده 30 يوم أي شهر واحد مش أكتر كل ناس لا حبوا ولا تحبوا ولا وقعوا في الشهد وطبوا طب وإحنا مالنا ومالهم دول طب وإحنا مالنا ومالهم دول خد الجميل حلو ومعسول وسكره دايما شهد وعسل حتى وتت في امرك بت واعرف ايه هي مناسبت حتى وتت في امرك بت واعرف ايه هي مناسبت 30 حلقه 5 في 6 30 يوم وحت احلامك وديك احلى وتنجلي يا لالالي
سائل البحر في يوم يتجمد وفي لحظة بيرجع سائل والدنيا تبقى فرش وفت وحت وتلت في أمرك بيت حت وتلت في أمرك بيت فعرفت هي مناسبة وعندك واحد عدس ارحمهم الله يحيى وهلا من صابرين اهو ده خبر اكتبه منشأ انت وهي 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 وهو وهو وهي وهو وهي وهو وهي في مناسبات متوالية للمعلومات والتسلية ما شبت حاجات بالطرية ولا محتاجات التوصية 30 مناسبة ما هي والفوز نصيب وفعل البيت يجعلك حظ انت وهي تبقى الجايزة احلى مناسبة لجواز الود وجهاز البيت حس البيت عمرك بيت